ما عرفتش، الانسان كان عنده واحد الاحساس، شو نقول لك يعني، ما عرفتش واش هي طبيعه بشريه فينا ولا هي كاينه في بعض الاشخاص، ولكن كنبغيو نطيحوا بعضياتنا، كنبغيوش قليل في الناس اللي ممكن تلقايهم انهم كيبغيو النجاح لبعضياتهم، اغلب الناس كتلقايهم باغيين يطيحوا بعضياتهم، لدرجه انك تشوفي مثلا الا كانت شي وحده مثلا كاين عندها واحد العدد ديال لي زابوني مثلا كان طالع وبدا تهبط بطريقه تلقائيه، كتلقاي حتى الناس الاخرين داروا ديزابوني، علاش؟ مجرد انهم شافوا ان الناس ما بقاوش كيتبعوها بزاف، يعني حنا ما كنمشيوش، الا جيتي تشوفي الراي ديال الناس ما مرتبطش بشخصهم هما، يعني حنا ارائنا ما مرتبطاش بينا حنا، مرتبطه بناس اخرين، كنشوفوا ردة فعل الناس اخرين كيمشي ردة فعل ديالنا على حساب ديك الناس الاخرين، علاش؟ ان كاينه واحد الطبيعه شريره في الناس هذه للاسف، ولكن هي كاينه فعلا، يعني كاينين بعض الناس اللي كيقدروا يتغلبوا على الشر اللي كيكون فيهم، تيبغيو انهم يعني كتلقاه هو في حرب مع نفسه هو بوحده، تيلقى داك الشر اللي كيبغي يخرج، ولكن هو تيحاول ما امكن انه يكبته، تيخلي دائما انه الخير يبان فيه اكثر، يعني كلنا حنا فينا واحد شويه ديال الشر، ما كاينش انسان خالي من الشر، وانما كاينين بعض الناس كيبقى في حرب مع نفسه كيحاول ما امكن انه يبين الخير اللي فيه اكثر ما يبين الشر اللي فيه، ولكن كاينين بعض الناس اخرين اللي لا، اللي تيبغي يبين الشر اللي فيه اكثر من الخير، ما عرفتش علاش كاينه هذه القضيه، ولكن للاسف سبحان الله كاينين بعض الناس اللي بحال هكذا، ان فوا يشوفوا ناس اخرين قالوا لك لا يقول لك حتى هو لا، واخا هو اصلا هو ربما كان باغي يقول او لا، ربما كان ما باغي يقول حتى حاجه، ولكن غير شاف ناس اخرين قالوا لا صافي، تاهو كيقول لا صافي، فهمتيني ديك القضيه ديال زعما اجي نطيح لي من كواري، ما عرفتش علاش، علاش الانسان ما كيساعدش ناس اخرين، علاش الانسان ما كيدعمش ناس شخص اخر، علاش الانسان ما كيحاولش ان ناس اخرين يحققوا نجاح، علاش ديما كيحبطوا ويبغي يجر اللور ويبغي، وهذا المشكل كتلقاه ماشي غير مع الناس اللي ما تعرفيش، كتلقاه حتى مع الناس اللي كتعرفي، وهذا هو اللي كيضر في الخاطر بزاف لبعض الاشخاص، هي انك كتلقاي اقرب الاقربين ليك ما باغينكش تنجحي، ما باغينك توصلي حتى شي حاجه، علاش؟ لانه ربما كيقولوا لا نجحتي غادي تبدلي عليهم ولا ما نعرف شنو غادي يدير ولا، ولكن الانسان بغير خير لشخص اخر، بغير خير الناس ربي غادي يجيب لك الخير، ساعد الناس ربي غادي يجيب لك اللي يعاونك، دعم الناس ربي غادي يجيب لك اللي دعمك، ما فيها باس الا واحد الانسان كيبان لك انت، ولو نقولوا كاع انت مثلا هذيك الجيم ولا ديك الكومونتير هو انت بالنسبه لك انت راه عادي، يعني ممكن انت دير جيم كومونتير لاي محتوى تافه ممكن، وكاين انا كديرها، انما هذاك الانسان الاخر كتشوفه كيحاول ما امكن انه يدير واحد المجهود ودير واحد ساعدو، ما فيها ناس ساعدو ديك الجيم اللي انت كدير ليه، حنا ماشي كنا كنقولوا حنا انه انت ما درتيش ليه جيم هو راه غادي يحبس، ولا ما غاديش يحبس، هو مستمر وغادي يبقى وغادي يتقاتل حتى يوصل واحد النهار الهدف ديالو، ولكن انت الا درتي هذاك لو جيست هو بالنسبه ليه راه كدعمو، راه كتعطيه واحد الحافز، كتعطيه واحد الدفعه كتخليه واللي يحاول يكون احسن واحسن واحسن، فندعموا بعضياتنا ونساعدوا بعضياتنا، لاننا حنا كلنا محتاجين المساعده، ما كاينش شي شخص على وجه الارض محتاج مساعده، ساعد الناس ربي غادي يعاونك ويجيب لك اللي يعاونك، دعم الناس ربي غادي يجيب لك اللي يدعمك واللي يعاونك، طالما انت ما كديرش هكا وكتبغي الشر للناس راه على نياتكم ترزقون، راه كيف ما انت كيف ما نفسك كيف ما غادي يجيب لك اللي بحالك، قليل اللي غادي تلقاه اللي مختلف عليك.